السلام عليكم مشاهدينا الكرام تحيه طيبه اهلا وسهلا بكم الى عدد جديد من برنامجكم البلاد اليوم والذي نخصصه لمناقشه مظاهر الفساد المالي الطاغيه هذه الايام على البطوله الوطنيه لكره القدم والتي تعيش اخر ايامها هذا الموسم على وقع اتهامات خطيره بين رؤساء بعض الانديه بخصوص ترتيب نتائج بعض المقابلات وهي وضعيه غريبه صارت تكشف الوجه القبيح للكره المستديره وتطرح اكثر من علامه استفهام حول معاني سياسه الاحتراف التي رسمتها الدوله لتنظيم الرياضه الاكثر شعبيه في الجزائر ونطرح التساؤلات التاليه كره القدم في الجزائر الى اين؟ هل اضحى الفساد المالي جزء من اللعبه ام ان الخطا في فساد اخلاق بعض رؤساء الانديه؟ لماذا تلتزم الوصايه وعلى راسها الاتحاديه الجزائريه لكره القدم الصمت ولا تحيل المتهمين والمشبوهين على العداله؟ ثم لماذا لا يتحرك القضاء ضد هؤلاء ما دام ان الامر صار يوحي بوجود جريمه رشوه في الملاعب الجزائريه. لمناقشه هذا الموضوع وهذه التساؤلات اسعد باستضافه الاعلامي الزميل رشيد عباد من جريده ليبرتي اهلا وسهلا بك سيد رشيد. اهلا وسهلا مساء الخير مشاهدي الكرام وشكرا على مرحبا بك زميلي رشيد كما اتشرف ايضا باستضافه السيد عبد الكريم رئيسي رئيس فريق مولوديه العاصمه اهلا وسهلا بك سيدي. السلام عليكم ونشكركم على الدعوه ومشاهدينا الكرام مرحبا بك سيدي. السلام عليكم مرحبا بك سيدي قبل الشروع في مناقشه هذا الموضوع نشاهد هذا التقرير الذي اعده الزميل نجيب هنان ثم نعود الى الاستوديو وإن تعددت الملاعب الجزائرية فالمشكل واحد فوضى وغياب لمعاني الاحترافية وكل شيء ما عدا كرة القدم تواصل نسج حكاية المشاكل جعل من الأمر روتينا أسبوعيا في كل موعد يتعلق باللعب على الصعود والنزول وكذا شراء وبيع المباريات وكأن اللعبة أصبحت في الجزائر بمثابة مصير ما بعده مصير بعد مهزلة ملعب الشلف مسرح مواجهة الجمعية المحلية واتحاد الحراش التي عرفت تجاوزات خطيرة بين مسؤولي الفريقين وكذا تبادل التصريحات النارية بينهم فيما يتعلق بمنح نقاط المباراة لأصحاب الدار من أجل الخروج من المنطقة الحمراء ما أدى إلى التشابك بالأيدي في صورة لم ولا ولن تشرف بتاتا صورة الكرة الجزائرية كل هذا يحدث في العلن والمنطق أصبح يعمل لصالح اللاعب الأحسن في الكواليس ندير في هذاك الأمور في هذيك السينما اللي كان يدير فيها لان عنده عنده امور اللي كانوا الناس واعدين بها وكان يناضل من اجلها ما كانش يناضل من اجل المصلحه تاع الحراش ومن اجل الحراش باش تلعب لي بريمير يعني تربح المقابله وتلعب لي هذا هو الاشكال اللي خلى هذا السيد ينشط في هذا المجال ويقول هذا الانسان باللي اتصلوا بيا وقالوا له يعطينا الماتش هذا الانسان ما يعرفش ربما المدرب اللي حاليا موجود في اتحاد الحراش كاين بوعلام شرف هذا يسموه لا لا هذا, لا هذا الحاج كمال ولا الرئيس تاعو العايب بينجموش يتكلموا في امور تقنيه مع هذا المدرب الحاج كمال ما يقدرش يحكم حتى في الكارد ماتيريال تاع الفريق تاعو يعني ويقول باللي اتصلوا بيا وقالوا لي اعطينا الماتش وحنا ما لازمش نطيحوا انا اتحداه هو ورئيس تاعو العايب الى عندهم تسجيل تاعي انا شخصيا ولا شهادات من عند بعض الناس تاعهم باللي انا اتصل بهم وقلت لهم اعطوني الماتش نسخة مولودية الجزائر ويفاق سطيف هي كذلك واحدة من المئات ان لم نقل الاف الحالات الكارثيه التي تعكس ما يحدث بملاعبنا التي اصبحت تستقبل عقولا لا تملك لا ثقافه الاحترام ولا حب اللعبه ولا اللاعب من منطلق ان المولوديه تعاني وتحتاج النقاط ثلاث باي شكل من الاشكال حتى وان وصل الامر الى التعدي على الاشخاص في صوره رئيسي الناديين وكذا الجماهير الغفيرة التي كانت اهدافا للرجمه وكانها حرب الحق في الحياه والبقاء. الحاجه اللي صارت كانت كما يقول كانت باينه با لا بريسيون ديجا في الداخل كنا داخلين يقاربوا ويديروا حوايج اللي ما كناش فيهم داير لقاسو البريزيدون في وين داوى <hesitation> الطبيب تاعنا في ليستيار، دخلنا للماتش، كيما يقولك تشوف حوايج لي صراحة ما دخل بون داخل تيران في لي جوار بيناتهم ما كان والو توجور فير بلاي، بصح توجور يسراو امور خارج نطاق الفوتبول، العقلية في الجزائر ولات هكذا كي لحق الروتور لي دارني ماتش لي <hesitation> كيما يقولك الباركو الاخر تاع الشامبيونان تولي في الهضره الى ربحت برا يقول لك شراوه وإلا خسرت يقول لك باعوه وإلي... العقليه في الجزائر هكذا اي مباراه تلعب يقول إلا ربحت برا يقولك لك شراوه وإلا خسرت بلادك يقول لك باعوه تما العقليه ولات هكذا شو احنا في الديبي ما كناش نربحوا برا ما كناش نخسروا في بلادنا ما كناش ما كناش ما كانش دخان بلا نار انا ما رانيش من السيد اللي شعل النار هذا ما كان حوسوا على مول النار تعرفوا من جا الدخان هذه هي انا فهمتني انا انا تسمح لي انا 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 لعبت انا عمري ما شفت واحد يحب يقول يخون فريقه كيفاش يردي المولوديه يردي المولوديه وي 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 ويغضب وفاق وي سطيف هذا كلام نقول كل نقولك حاجه هذا كلام لا محل له كاع من من الصحه ما كان حتى اعتداء واش من الاعتداء اللي صار حتى انا ما قلتش فيها صارت مناوشات بين المناصرين بعد الهدف الاول شكون اللي في ميشان تاع للملعب وقع وقائع اقل ما يقال عنها بالمؤسفه والعجيبه في بلد كره القدم ليتاكد للجميع بان نقص التكوين في بلادنا ليس من الجانب التقني فقط بل يتجاوز الامر ذلك بكثير في ظل غياب ما يسمى بالتربيه الرياضيه والتعاليم الصحيحه. الواجب تعليمها لاصغر الفئات وصولا الى تربيه وتثقيف الانصار والجماهير فاحترافيه الواقفين على شؤون الكره بعيدا عن حرب الكواليس بالموازاه مع قوانين ردعيه اصبحت احرف من حبر على ورقه والواقع امر واقصى. زميلي رشيد عباد كما كنت تشاهد في الاستوديو مظاهر ومعطيات نعم هو يعني في الحق مؤسفه جدا نعم يعني نحن الان في التنازل للبطوله الوطنيه للدوري الدور المحترف كان البطوله تحولت الى مزاد لمن يعني اللي يبيع او الذي يدفع اكثر هو اللي يربح الذي يضرب هو اللي يربح كيف تعلق الامر؟ خليني اقول لك استاذ كريم ان هذه ظاهره ماهيش جديده يعني بالك الناس يتبالهم باللي حاجه جديده هالظاهرة الظاهره دو بي او موان 31 سنه انا نذكرك في اياماتها والسي رايس هنا ولعب كره قدم وفكرني كي قال لي رابي دو دو رويسو اي تو انا جو مرابيل على ليبوك سيتي في 80 كان العنف في الملاعب لكن بالك اين امبلور دو مواندر بارابور سيد راشد دوكا. العنف في البلاع ممكن العنف من الملاعب القاهره تجتاح الملاعب الجزائريه كما تجتاح ملاعب اخرى ولكن الان الغريب في الامر الغريب في القضيه الان عندما نسمع رؤساء انديه يتراشقون يعني يتبادلون التهم فيما بينهم بيع لي ما بعتليش ليش الماتش وراني مسجلك في الهاتف كيف تفسر هذا الامر؟ هذه هذه نرجع كنا تكلمنا قبل ما ندخلوا لهنا سيدو كنا تكلمنا ان يعني هذه لا بريسيون تاع لا تؤدي الى بعض الاحيان الى ان الرؤساء كما هذاك لي هذاك البابور اللي يكون اولارج والبابور تاعو يجي يغرق واش ترميلو يشد سي اكزاكتومون لي 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 بريزيدون اكتوالمون دي كلوب رؤساء الانديه حاليا يسيو يبروا السياسه المنتهجه من طرفهم سياسه التسيير تاعهم لان يعني لماذا يبرو اليوم الفشل يبرر الفشل نتاعهم بعض الاحيان يبروا الفشل تاعهم وبعض الاحيان لان اليوم نعطيك على سبيل المثال سي با نورمال كون ايكيب دو لايس و دو شلف شامبيون دارجيري صافي ميم با دو اليوم راهي في 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 ديل في ديل ال ال البطولة, البطوله البطوله الاولى سي با نورمال اي كيك شوز دو ميليو دو فوتبول يعني سي رشيد هل افهم لا. ان زميلي انت مثلا تنفي وجود هذه القضايا اللي تكلموا عليها قضيه لا هذه القضايا في لا لا لا, لا سي كريم دوك نتكلموا على هذه القضايا قضايا هذه موجوده لكن حتى الان هي عباره على كلام في الصحف بدون دليل لكن بكل ادله خليني نعطيك على دوك نعطيك نعطيك قضيه صارت الموسم الفارط وراحت العداله والعداله فصلت فيها لكن ما شفناش تطبيق على ارضيه الميدان على سبيل المثال قضية الثورة وشبابتنا العمل أي. الفارط اه العام الفارط قضية سبب عندما ما تاع الثورة ولا لاعب و... ولاعب هو اللي راحوا العدالة داو الأدلة تاع هي لي زونجستريمون داو الأدلة العدالة فصلت فصلت ضربت 18 شهر سجن للرئيس تاع 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 الثورة ودارت غرامات مالية لكن في التطبيق عند الرابطه ما تبقتش هي هي من المفروض سي كريم خلي باش مشاهدي يفهم مليح عندما تكون انديسيجون دي جوستيس إن اللي دو فاكتو ا ا أبليكي بار لي زانستونس دو دي فوتبول هي مفروض عندما باسكو واش كانوا واش كان واش كانوا يقولوا اسمح لي كريم واش كانوا يقولوا رؤساء رئيس الفاف ولا رئيس الرابطه كان يقول لك حنا ما عندناش لي بروغاتيف باش باش اون سو سوبستيتي لا جوستيس سي لا جوستيس كيدوا طونشي نهار لا جوستيس تمد الفيرديك تاعها حنا نطبقوا في الميدان لماذا لماذا عندما لا جوستيس يعني قضات لماذا ما طبقاتش على على ارضيه الميدان طيب, طيب سيد عبد الكريم رايسي انت كرئيس احد الاعرق الانديه الجزائريه اللي هو فريق مرضيه العاصمه انا غادي نطرح لك سؤال اللي يطرحه الرأي العام هل صحيح ان اللقاءات في الدوري المحترف الجزائري يعني تنباء وتنشر هل هذا صحيح؟ هذا الكلام صحيح؟ شوف حسب أنا معرفتك حسب احتكاكك هل هذا صحيح؟ شوف انا انا يعني هناك اتهامات زميلين عندك راي تاع الاتحاد الحراش العايب يتهم مدوار ومدوار يرد عليه في هذا الاطار والله انا نشاطر راي اخونا رشيد علاه خاطر اليوم اللي عنده الدليل اللي يجيبه لاثبات صحه ما يقول انا هكذا نقول أه، ولو كان ناخذ على سبيل عمر ما ميت... كان دخان بدون نار سي سي عبد الكريم يعني انا قلت لك دخان بدون نار دوك دوك انا دوك تبع الدخان لازم تروح ل منبع النار منين منين كان تم تصيب 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 الرد على الجواب الجواب على السؤال تم تلقاه اليوم احنا ناخذوا احنا المقابله تاعنا مع اتحاد احنا ما, ما تكلموش ممكن تكلمو تكلمو على ولكن تكلموا تكلمو... تكلمو على الترتيب استعمال لا لا العنف تكلموا على الترتيب اللي اللي الحق انا تاثرت لواش صار يعني الضغوطات اللي 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 اللي, لي... 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 كان تصدى لها مضوي كمدرب والرئيس و... حمار وين المناصرين جاوهم ل... ل... الحصه التدريبات و... ونشتموهم وقالوا لهم صح هذه الضغوطات الانسان ما يتمناش يعيشها وحتى انا باش نوضح للمناصرين تاع سطيف وحتى المتعاطفين وحتى المناصرين, المناصرين. كيفاش نرتب مقابله ما بين فريقين واحد يلعب البقاء مهدد بالسقوط وواحد يطمح للبطوله هذه من غير معقول اليوم ولا صح انا ما نقولش وفي ما... رايك ما هي خلفيه الاتهامات على رئيس سطيف يعني سي حمار ضدك لماذا لماذا لفق لك هذا هادل... لا يعني... ما هو ما لفقش هو قال قال كاين صحفي صحفي هو اللي مشى هذا الكلام قال بلي ما هو ما قالش حنا انا 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 شخصيا شخصيا الرؤساء كاع نعرفهم مي يعني المجيء تاعي الوقت ما بين المجيء تاعي وشو صاير في وضعيه المولوديه ما خلاليش ما, عنديش الوقت هذا ما خلاليش الفرصه ما تحليش الفرصه باش احتك ولا اقترب من هاد الرؤساء حمار تلاقيت بها انسان طيب على كل حال ونعاودها نرددها يعني الناس الله يهديهم يقدر يكون متعاطف معايا يقدر يكون يتاثر الوضعيه تاعي بصح ما يقدرش يكون خائن لفريق وفاق سطيف يسلكني انا من السقوط ويحرم ستيف من البطوله ما هذه من غير المعقولة <applause> طيب بس زميلة رشيد عباد عن كنا نتكلم عن الادله يعني التي يمكن ان تلجا اليها العداله او الجهه التي تكفل بالتحقيق من اجل اثبات ما يسمى في القانون بجريمه الرشوه هكذا تسمى في القانون عندما نسمع مثلا عن الرئيس الشرفي لاولان بيشلوف يتكلم عن يعني يقول الماناجر الرسمي الناطق الرسمي طبعا يقول باللي روح رد العربون مثلا رد العربون هل هذا اليس دليل عن وجود لا. محاولات وبلك هو سيدي سيدي عبد الكريم مدور تكلم في في وقت غضب لان على حسب مسؤول. على حسب بسؤولة. نعم على حسب القانون ما غاضب على حسب على حسب عبد الكريم مدور اللي هو يعني من 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 سنه 97 97 هو على راس كومام قريب 20 سنه وعلى رأس دونك يعرف خبايا كره القدم هو عندما تكلم عندما قال باللي اتحاد الحراش راهم اي سون موتيفي انا خليني نفتح لك قوس ونقول لك يا سي كريم ولازم اليوم الجمهور الكريم لازم يعرف هذه لازم يعرف لازم يعرف باللي في كره القدم ماهوش ممنوع وما هيش رشوه عندما انت تدي المال باش تموتيفي ليكيب ادفيرس سو با اون كوربسيون هذه معمول بها في اوروبا فسرنا القضيه فسرنا نعطيك قادية. على سبيل المثال اليوم انا أعطي، نعطيك نقولوا الحراش راح تلعب مع الشلف راح تلعب مع الشلف ماهيش كوربسيون اليوم لو كان ملاح حسن داي ولا الشباب بالكور ولا مولوديه يروحوا يمدوا اموال للفريق الحراش باش يشدوا باش يشدوا باش يشدوا شلف ماهيش كوربسيون هادي هادي معمول بها في اوروبا وهذه كانت طرقت لها العداله الاوروبيه هذه سي موتيفاسيون نجي لي قال يا سي رايسي ولكن ممارسه ما... غير رياضيه لا غير, غير رياضيه سي فري لكن, لكن ماهيش لا كوربسيون لا كوربسيون لو كان انا نشري نشري الماتش هنا تدخل لا كوربسيون لكن بور دوني دلارجون ان ادفيرسير بور نو بات موتيفاسيون وهذه في اوروبا معمول بها وكنا شفناها في السنوات الماضيه ريال مدريد اظن راح كانت برشلونه راح تلعب مع واحد الفريق اظن شفتش هذاك الفريق ريال مدريد مد الاموال لهذيك الفريق باش يشد برشلونه هذه ماهيش ماهيش رشوه هذه جو موتيف الرشوه عندما انت تجي رايح نلعب مباراه وتجي تقول اعطيني الماتش ونبيع لك هنا الرشوه هذه من جهه من جهه اخرى اليوم كل كل الفرق راهي راهي تهضر على هذا البيع والشراء كيما راك تقول سي فري هو سؤال وجيه لكن ما كاين حتى واحد جاب دليل قطع للعداله نعطيك على سبيل المثال واحد اخر نفتح القوس ونغلقوه باريكزومبل لوكا تاع الحاكم الحاكم باريكزومبل حكم بيطان، الحاكم بيطان تكلم سيدرا... تكلم سيدرا... باريكزومبل سي رشيد نعم عندما يتعلق الامر بجريمه وجريمه ونحل الجزائر كدوله يعني في ظل هذا التنامي الخاطئ للفساد المالي في عده قطاعات الاقتصاد والسياسه وايضا في الرياضه هناك قوانين صارمه يعني الامر يتعلق فقط بالحصول على دليل او تقديم دليل هناك ما يسمى بالقانون بالدعوه العموميه لاكسون بيبليك يعني النيابه العامه تتحرك بشكل تلقائي من اجل التحقيق وهذا هو العنصر الغائب فيما يجري الان في الملاعب الجزائريه بارك الله فيك انا انا صافي اسبوع سمعت الرئيس السابق تاع تليجان الحاج غلاب عاد تعرف بانه مد مباريات كي كان هو على راس فريق نادي الشيعه ولا تليجان انا اليوم نطرح سؤال اليوم من المفروض ان هذا الرئيس يستدعى من طرف والدعوة لا تتقادم يعني تبقى هذا اليوم هو كان رئيس على راس كليجان وشريعه كان حي كاين فرق استعرف وقال باللي في سنه 90 انا مديت مباريات لاتحاد عنابه وفاق سطيف والى سيتي دي كلوب لماذا هذا اليوم الرئيس الحاج غلاب واحد ما ينادي واحد ما يستدعي ويقول له كيفاش هذا الكلام الخطير اليوم راك جيت تتكلم به في التلفازه انا راني داكور معك من المفروض ان عندما تكون امور كما هذه اسمح لي كريم وكيل الجمهوريه يسوتو سيزي دو لافير يتحرك تلقائيا يتحرك تلقائيا بارك الله فيك, فيك. عبد الكريم هل انت من الذين يشاطرون هذا الراي؟ البعض يقول ان الان يعني الامور أخذت بعد كبير وتجاوزت كل معقول ولا بد من تدخل الجهات القضائيه لفتح تحقيق فيما يجري الان في الملاعب الجزائريه في قضيه الشكاره والدراهم ونشري نشري اللقاءات ونرتب النتائج تاع المباريات. انا حتى هذه المصطلحات هذه الكلمات هذه الشكاره ولكن موجوده للاسف موجوده هدي موجوده هدي 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 انا, أنا حتى يعني الالفاظ الالفاظ هذه نقول خارجه كاع على نطاق التربيه وفي في, في تربيه جيل قادم ماوش ماهوش من لغتي بصح واش عليه اليوم المال. يعني المال المال اليوم واش عليه مش ما انا فضل. ما عليك لا هدا هدا انا استعمل المصطلح <applause> هذه مصطلح تعرف عليه عليه اليوم اليوم انا نقول لك نقولوا كاين كاين قضاء هو اللي يتكفل بهذا بهذه الممارسات هذه كل شيء يه يه معمول به خارج القانون كاين قانون يتكلف يه يتكلف بمقاضاه هاد الناس هذه وحده اليوم فيما يخص فيما يخص نقول تشجيعات فرق اخرى اليوم انا ممكن راني على راس مولوديه الجزائر وانا هو الملك للفريق انا هو الرئيس بمالي ومتعاطف مع فريق واحد اخر اللي نحب انا نمد له يد المعاونه على سبيل المثال رائد القبه ويحب يعاود يولي الصعود باش ونعاونوا بمبلغ مبلغ مالي ولا بالعتاد ولا وراها وراها بعيد عن ذلك لا الكلام واضح اه واتكلم عن يعني عندما مثلا انا اسوق مثال فقط يكون مثلا مولوديه العاصمه تلعب مع فريق خصم ومسؤولين في مولودية العاصمه مثلا يحاولوا يشروا هذاك اللقاء هذا هو القصد من شوف انا انا, أنا لا اتكلم اه عن عن المساعدات او اه اللي كما قال اه سيراشي انا اه يعني أقول لك حاجه انا نقول لك حاجه الاول العيب الاول هو كيفاش حتى اللاعب لاعب ولا مدرب يلحق كيما نقولوا باش حنا يرفع الرجل كيما نقولوا ما يلعبش ويخون الفريق تاعه. هذه موجوده الطاهرة ايضا آه موجودة واسبابها ماديه آه موجودة يعني وهذه وم... وتدخل في الرشوه. اليوم هذه انا نعاود نرجع لاصل اخر علاش تلحقنا؟ هذه من الاخلاق الرياضي كي يتعلم الحاجة الأولى اللي تعلمها الرياضي في الصنف الأشبال كي تبدا تبدا الروح المنافسة باش تدخلها في راس اللعب لازم تعلموا مبدأ التضحية من أجل الفارق واحد اللي يكون عنده عنده الثقة في في نفسه ويكون عنده هذاك حب للفارق وحب للألوان عمره ما هي حنايا قلنا نقولوا الأخلاقيات حنا اليوم انا نتكلم على الرشوه والرشوه باش الماده تاع الرشوه هي المال تثبتها يعني الدليل الدليل هو هو المال الملموس هو المال احنا اليوم في الاحتراف نتكلموا على الاحتراف احنا رحنا الاحتراف احنا مباشره الاحتراف تاعنا في الجزائر رحنا تطرقنا الحاجه الاولى اللي طرقنا لها هي رواتب اللاعبين وحنا نشوف اليوم كل رؤساء الانديه ما يخلصش مرحله الذهب يبدا يشكي ويقول لك ما عنديش باش نخلص اللعابين يعني ومن بعد عنده دراهم باش ي... باش يعني ي... انت تستبعد ان وجود هذه المعاملات في الان في, ال... في ترتيب يعني قضيه ترتيب النتائج مباراه تستبعدها هالسي... آه سي رايزي. انا استبعدها اعطيني أنا... نخلص طيب... اللعابين طيب... تاعي موجوده <applause> طيب سي رشيد عباد هناك ظاهره غريبه وقعت في البطوله الوطنيه لكره القدم الدوري المحترف قضيه ال... ل... ل... الحكم بيطام ورئيس الرابطه الوطني لكرة القدم السي محفوظ قرباج للاسف يعني وجدنا السي سي سي قرباج يتحرك ويرفع دعوى قضائيه بمجرد ان سمع يعني اتهامته ولكن السي محفوظ قرباج يعني في كل هذه الاتهامات والتلاسونات يعني يبقى صامت يعني ما يتحرك لا قضائية لا, لا لازم كل لازم نعطيه كل واحد حقه كريم ما نظلمو حتى واحد هي سي عندما السيد منير بيطام دار هذيك دار هذيك لا كونتيستاسيون تاعو وتهم سي محفوظ قرباج وسي حموم خليل بانهم هما أه هما اسباب اسباب يعني هذه الكره واش راهو صاري في محيط الكره عندما ذهبوا الى العداله هو كان تكلم عبر الصحافه وكان قال باللي عندي ادله تثبت ان ان قرباج لي وقال لي عاون الماتش تاع كذا تكلم بزاف يعني ماشي جديده أشبال. يعني نعم يعطيك الصحه اسمح لي لكن اليوم عندما تكون قدام قاضي تحقيق عندما وقف قدام قاضي تحقيق قال اعطيني الادله ودابري دابري البروسي اللي جاز في التريبيونال ما متش الادله ما متش الادله آه لهذه الاسباب آه لو تريبيونال إلا, الا كونداني سي موا دو بريزون الا كونداني سيد بيطا سي موا دو بريزون الا في ان ابيل عاودوا وقفوا لا فوا زاد نظن باللي لا جوستيس على كونفيرمي لا 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 ديزون بروبليم دونك اليوم اليوم السي كريم ما لازمش اليوم يعني لازم نكونوا واقعيين ونكونوا نكونوا كيفاش يقولوا موضوعيين موضوعيين ماشي غير اللي يتكلم هو اللي عنده الحق يلي للاسف هذه ظاهره لأن نشوفوا فيها ضباط ولكن غياب الادله غياب الادله هادية... لا يخ... لا يخفي ايضا وجود هذه الظاهره لا جو سوي داكور فيكتوار قضيه انا انا نكونفييرمي لك باللي 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 التلاعب بالمباريات معمول به معمول به الى اعلى مستوى يدخلوا فيه ميم السياسيين أمام السياسيين ماذا في بعض الأحيان كنا قرينا عبر الصحافة أن بعض اللاعبين القدماء كانوا كانوا تكلموا قالوا بلي في السنوات الماضية الأخيرة كان كانوا وزراء يدخلوا مباشرة عند تعيين الحكام لمباراة ثانية أو مباراة ثانية كانوا الوزراء يعني يعيطوا استغلال عيدوا... النفوذ يعني استغلال السلطة والنفوذ النفوذ هذه ظاهرة موجودة في الجزائر لكن ديفيرونس بين بكري ودوك بكري لازم نديروا المشاهد الكريم في, في الصوره بكري كانت عندنا غير تلفزيون وحده وانت تعرف ان عندها تلفزيون عندما يروح يفيلمي ولا يجيب هذيك لاكاسيت بلو تاع 3 مينوت يجوز لك منها 20 سكوند اليوم رانا يا للاسف هذا مكسب كبير للجزائر وللشعب الجزائري هذه القنوات الخاصه اللي راهي تمد صوره واحده اخرى على واش راهو يجري في محيط كره القدم المتعفن <applause> زميلي رشيد عباد للاسف وقت الجزء الاول من البرنامج انتهى مشاهدينا الكرام الى هنا ناتي الى نهايه هذا الجزء الاول من برنامج البلاد اليوم فاصل قصير ثم نواصل مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم الى الجزء الثاني من برنامج البلاد اليوم الذي نناقش فيه قضية الفساد المالي وهذه الاتهامات والتراشقات بين رؤساء أندية كرة القدم في الجزائر يلتحق الآن بنا عبر الهاتف الإعلامي والمختص في القانون الرياضي الأستاذ مراد مطاجين أستاذ مراد مطاجين أهلا وسهلا بك اهلا وسهلا اخي كريم وزميلي كريم مرحبا بك استاذ مراد استاذ مراد انت على علم بما يجري الان في في ساحه كره القدم وهذه الاتهامات والتبادلات وتراشقات من هنا وهناك يعني كيف كيف اولا كاعلامي كاعلامي سابق في المجال الرياضي والان ايضا كيف تنظر الى هذه الظاهره؟ هو في الحقيقة إذا كان يعني تطرقت لهذا الموضوع بصفتي كإعلام يقول أنه الإعلام إلى حد الآن ولو ما هوش يعني بدرجة كبيرة ولكن إلى حد الآن الإعلام ساهم ساهم في محاربة هذه الظاهرة ساهم بفضل الحصص المبرمجة على مستوى التلفزيون بفضل يعني كل كتابات على مستوى الصحافة المكتوبة بحيث تكلمنا الكثير والكثير على هذه التجاوزات وعلى هذه الظاهرة صح التعبير ولكن وللأسف إلى حد الآن نشوف أنه الفساد لا زال متواصلا وموجود يعني اتهامات من هنا وهناك وبالتالي الإعلام أنا أقول مرة أخرى أنه لعب دوره فيما يخص هذه الضحايا استاذ مراد بوطاجين هل تعتقد ان ما يدور الان في الساحه هو مجرد اتهامات ام ان قضيه الفساد المالي هي واقع حقيقي يلازم كره القدم في الجزائر؟ هو شوف اذا كان تكلمنا على هذه الظاهره اللي ماهيش جديده. هو هناك اتهامات ولكن هي في الحقيقه هناك ظاهرة بسيطة ثم ظاهرة أخرى اللي ربما تدخل في إطار الفساد بصفة عامة يعني سواء في المجال الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي فالظاهرة الأولى اللي حاب نتكلم عليها وهو الاحتراف هذا وإحنا ندخل الموسم الخامس فيما يخص التسيير المالي والاداري بالنسبه لهذه الفرق المحترفه يعني الى حد الان ما وصلناش للهدف المعين او التسيير العقلاني ان صح التعبير كما اشرت فيما يخص التسيير المالي او الاداري يعني الاحترافيه الان في الجزائر لا تتماشى والشروط والمقاييس المعمول بها دوليا لماذا؟ لانه احنا نشوف انه عقود تبرم بين الطرفين يعني بين اللاعبين بين المدربين وبين ال الفرق هذه المحترفه وللاسف هذه العقود لم تحترم وللاسف ما نشوفش يعني اشتراكات تدفع ما نشوفش يعني تسيير مالي بمعنى الكلمه على مستوى هذه الفرق وبالتالي نقول انه هناك فساد هذه الظاهره الاولى الموجوده على مستوى الفرق اما بالنسبه للتهم يعني فيه فساد فيه رشوه هذا الشيء اللي عليه احنا كلنا كاعلاميين وربما كرياضيين يعني المخلصين يتكلموا على هذه الظاهره ولكن وللاسف وللاسف نزيد ناكد على هذا انه فيما يخص الفساد وفي ما يخص هذه التهم يعني الخاصه يعني مرتبطه بالرشاوي فهناك يعني شيء احنا احنا ندخل في الاطار القانوني ما نبقاش اعلامي طيب نمشي للاطار القانوني استاذ مراد, دي دي مراد, دي مراد استاذ مراد استاذ مراد وانت تتكلم عن الجانب القانوني البعض يثير مساله جوهريه تتعلق بهذا بهذا الملف يعني الخطير لماذا لماذا مثلا لا لا تتحرك الجهات الوصيه، لماذا لا لا تحرك مثلا الاتحاديه الجزائريه لكره القدم دعوه قضائيه ضد مجهول، تقيدها ضد مجهول مثلا؟ لماذا لا تتحرك النيابه العامه يعني بشكل تلقائي ما يسمى في القانون بتحريك الدعوه العموميه؟ ما دام الاتهامات موجوده، ما دام هناك مؤشرات عن وجود ممارسات من هذا القبيل، لماذا؟ وهذا هو الشيء اللي كنت راح نتطرق ليه اخي كريم راك احنا راك سبقتني كقانوني ونشكرك في هذا صد الاطار صد لماذا؟ لانه انت تعرف ان هذا التهم في 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 دول يعني وين تؤخذ بعين الاعتبار لانه التهمه لما تمس المصلحه العليا للبلاد لما تمس يعني القطاع اللي نعتبر يعني قطاع الرياضه هام جدا سواء يعني اذا كان قررنا بمختلف القطاعات فهنا في هذه الحاله نمس يعني المصلحه العموميه يعني عامه وعموميه في ثم هذا القضيه نعم؟ قضيه جريمه يعني جريمه رشوة جريمه في حد ذاتها لماذا؟ لانه تمس المال العام، انت تعرف انه فرقنا تسير بالاموال العامه يعني من السلطات من من العامه يعني وبالتالي هذه هذا المال العام هو مال للشعب فهنا لابد ان نسير بطريقه عقلانيه ونظيفه فهنا في في حاله مثل هذه يعني فيه تهمة فهنا لا بد أقول لا بد على النيابة أن تحرك الدعوة يعني تحريك الدعوة كما يقال في الإطار القانوني تحريك الدعوة لماذا؟ لأنه في خطورة وبالتالي لما نحرك الدعوة فيه آليات فيه آآ يعني آآ كي آآ كي آآ وش حبيت نقول إجراءات 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 في في لا في آلية في اجراءات وفيه وسائل كبيره يعني اللي تخلينا نحرك هذه الدواء ونصل الى هذه نصل النتيجه والهدف المنشود ولكن الى حد الان احنا نشوف ما فيش يعني تدخل ما فيش سلطه عفوا اراده سياسيه في هذا هذا المجال وتكلمنا احنا كاعلاميين في الكثير من المرات لما يكون تصريح يعني يبالغ فيه فلا بد من تحريك الدعوه من النيابه من طرف النيابه العامه من <تصفح> الاستاذ مراد بطاجين كنت معنا عبر الهاتف شكرا جزيلا لك الله <تصفح> يسلمك شكرا الكريم وشكرا لضيوفك رشيد عباد الصحفي ورئيس رئيس فريق مولوديه الجزائر شكرا, <تصفح> شكرا <تصفح> استاذ مراد بارك الله فيك شكرا صحيح استاذ عبد الكريم سمعت تدخل السي مراد بطاجين الاعلامي ورجل القارون يعني المختص في الرياضه يقول لا توجد إرادة حقيقية لمكافحة الفساد المالي المستشري في قطاع الرياضة بشكل عام وفي مجال كرة القدم في الجزائر بشكل خاص هل توافق الأستاذ مراد وطاشر هذا الطرح؟ هو دوك هو راهو في الميدان وراه يعني راجل قانون مختص في الرياضه يكون على درايه فيما يقول احنا واش نقولوا نقولوا لازم تكون اكثر صرامه لمحاربه سلوكات كهذه خاطر تدخل في السلوكات الرشوه منبعها لسلوكات سلوكات فاسده هذه سلوك ولا بد من محاربتها وكاين كاين اشياء اللي تمسها هذه السلوكات. السيد عبد الكريم راكسي، الا تعتقد ان يعني هذا ظاهرة المال المال ظاهرة ها هذه الشراء الشراء اللاعبين ظاهرة هي التي يعني أدت إلى هذا هذا الفساد الموجود الآن يعني المال يعني أصبح أكثر من شيء من أي شيء آخر في كرة القدم اسمح لي هكا عطيتني واحد الفكرة المال يخ... ينحي لك راحة البال <تصفيق> بمعنى <تصفيق> بمعنى واحد. ويدوخ ويدوخ ايضا <applause> يدوخ دوك واحد ولا عنده عنده راتب شهري يعيش به وكان دوك تاع في در في ضربه مره هكذا على خطره تجيب له 500 مليون سنتيم يديرها في دارو ما اليوم حتى ولو تعطيها له في خافة يقولك اليوم يدخلوا يقتلوني يسرقون فهذه هي اليوم هذه ظاهره المال راني يعني نقول لك المال كما يقول لك ان احسنت استعماله يجيب يجيب الفوائد وان اسات استعماله يجيب النتائج الوخيمه ونقولها باللي المال خادم جيد وكما نقول نقولوا كيما سي موفي ماتر ولولا ولا يتحكم فيك المال ولي تتبع المال خسرت هذه. طيب الاستاذ رشيد عباد مثلا كانت هناك ظواهر مثلا مثلا مظاهر مشابهه لما يقال الان في الجزائر شفنا مثلا السلطات القضائيه تتحرك عكس ما يجري الان يعني اكرر نفس السؤال اللي طرحه يعني اجباريه او ضروره تحرك النيابه العامه الان لفتح تحقيق على الاقل تقيده ضد مشهول هل تعتقد ان الامر مثلا سيؤدي الى نتائج او على الاقل يقلل من ظاهره الفساد المالي الموجوده في الجزائر؟ انا جو سوي داكور بور توا في لا دوزيام بارتي يقلل لماذا؟ لان اليوم لو كان هذا رؤساء الانديه اللي راهم على راس الفرق وفي بعض الاحيان وقلت لك في البلاطو هذا منذ اسبوعين ان يحييهم في بعض الاحيان لان ماهوش ضروري سي با ايفيدون اوجوردي دي جيري دي كلوب على حساب واش رانا هذه هاد لي جون تاع دوكا اسمح لي ما لازمش اليوم كره القدم نجبدوها وحدها ونقولوا ان لا اليوم العنف في الجزائر موجود بارتو موجود في المنزل موجود في الإدارة موجود في المدرسة موجود في الجامعة كرة القدم لأنه ملاعب احنا نعرفوا أن شكون يمشي لكرة القدم يمشوا لي جون هادو هادو تاع اه 17 25 اون يروحوا تماك بور سيكسيروزي بور بارلي لهذا نقول اليوم هذه ظاهره ظاهره يعني ظاهره وطنيه حاب نولي لك انت كنت تكلمت قبيل وقلت باللي المال تعيش هذه تعيش اللاعبين هذه ثاني ماهيش ظاهره جزائريه اليوم لازم نقولها صراحة أن كرة القدم العالمية ولات بيزنس اليوم ولات أموال خيالية يعني تشتهر في إختار قوانين في إختار اقتصادي في في لأن لأننا لأننا إلى حد الآن آه، كسي كريم لحد الآن منذ أن دولة قررت الاحتراف في 2010 مازال ما عرفناش الصيغة التي نسير بها الفرق هي من المفروض أن كلوب راهو هنا عبد الكريم الرئيسي وراهو دون الاطار ويعرف مليح هذا الشيء يدوا في ات ريجي بار لي كوميرس مي اليوم حنا نشوفوا الفرق تاعنا ما راهيش دخل اموال على اي اساس ان اليوم الفرق هذا اليوم نقولوا انك انك اكثر من ذلك سي رشيد نعم. من هم هؤلاء رؤساء الانديه الذين نعم. يعني جاءوا بالاموال واستثمروا هذه الاموال نعم اعطيني رئيس نادي في الجزائر جاب اموال جاب ملايير واستثمرها كاين 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 واحد اظن هو سيد حداد تاع لو اسما هو جاب اموال واستثمر واحد, واحد شحال عدم الفريق آه عندنا بون 32 كلوب بروفيسيونال والباقيين من خزينه الدوله من من, 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 من اموال الدوله انا حاب نعرج برك واش قلت كنت سؤال واجه جدا كنت طرحته بعد قليل منذ دقائق للزميل مراد بوتاجين وقلت ان لماذا الفيدراليه ليست هي التي هي سي تال كي سوتو وتقوم بالاجراءات انا نعطيك اليوم لازم تعرف باللي على راس لجنه الانضباط التابعه الرابطه المحترفه هو السيد حميد حداج حميد حداج بالك الجمهور الجزائري ما يعرفوش حميد حداج يفوزي بارتي دو ديو كونسي، ديو كونسي دو لا ماجيستراتور، المجلس الأعلى اللي قاضى، إل فوزي بارتي دو كونسي دو لا ماجيستراتور، دونك سي أن بونوم اللي يعرف، يعرف قوانين، يعرف القوانين تاع كرة القدم، ويعرف القوانين تاع تاع تاع. القانون العام. آ, نعم، اليوم واحد كيما حميد حداش، نظن سي با سي با نابورت كي. لماذا لا يخدم لماذا؟ يعطيك الصحة، أظن يعطيك، هذا السؤال واجب جدا، أنا نقدر نقول لك اليوم، نعطيك أون بارتي دو لا ريبونس. بروبابلمون باناك حميد حجاج

وروح شوف واش راهو صاري في الفرق في الفل في الصغيره هذه رابطه بين الجهات ولا لاماتور ولا واش راهو صاري في, اللي في اللي. طيب. الظاهره راهي تعمد طيب. كريم طيب سيدي عبد الكريم لو كنا كان الاستاذ مراد بوطاجين كان يتكلم عن الاحتراف يعني الموسم الخامس في الاحتراف اسالك هذا السؤال مباشر ما نعيشه الان في كره القدم هو احتراف ام كما يقول البعض هو انحراف كنت نقول لك هو انحراف شوف شوف لماذا الكل مرتبط بالسلوكات اليوم غير باش نحيي شويه كلام خونا رشيد شوف اليوم نتكلموا خاطر على حداج يعني ماشي ما يعني باش ندافع على الاستاذ حداج خاطر هو عنده عنده كيما تكونش الادله ما تكونش آه الادله وكاين لكن سمعتي أسا، آه والسمعه كريم رايسي يعني سمعتي يعني كيما يقولوا زفت يعني صوره كره القدم ما ولات كره القدم صح. ولا ترشح كل منها، شوف كل منها، يعني الم... من باب المسؤوليه شوف. من باب الحفاظ كل... هو يمثل سلطه عموميه شوف نقول يعني السلطه العموميه المنصب يعني فقط ماشي المزايا وماشي الصوره وماشي البرستيج لابد ان يتدخل على الاقل يقيد دعوه ضد مجهول على الاقل شوف نقول حاجه نقول حاجه اليوم اليوم نقول حاجه ونعطيك يعني آه مثال آه كما يقولون ماشي ملموس بصح حنا مباشره بعد انتهاء مقابله وفاق سطيف انا ما سمعتش ما سمعتش اللاعبين هكا الاخ حمار قدام قدام غرفه ملابس الفريق تاع مولوديه قال انا رايح نمد المقابله للشلف قالها كي قالوا لي الصحفيين تماك في الاستجواب قالوا لي هو شو يقول قلت لهم انا 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 مباشره وانا مش يعني ماشي باب يعني المهادنه ولا أخطر ما كاش خصومه بين قلت لهم بعد الغضب ما تحكمش عليه ونروح لك بعيد ابعد اليوم جايه مقابلة شلف وسطيف وشلف يفوز على سطيف هل يسمح لنا العقل نقولوا باللي مقابله مرتبه من غير ادله انا اليوم نقول لك يلعب من غير جمهور يقدر يحفز شلف وشلف ينتصر وعلى ما ينتصر فهمتني؟ نعم ما نقدرش هذا ولكن صح كاين الناس اللي عندهم الوسائل رجال أمن رجال قضاء عندهم الوسائل طيب والآليات لمراقبة هذه الأشياء طيب السي رشيد عبدو نحن نتكلم عن آليات وإجراءات ووسائل مراقبة آه هذا الفساد المالي في, في قطاع كرة القدم هل تعتقد أن النصوص القانونية الآن التي تكافح الرشوة يعني آه مضمونها لا يتطابق مع الممارسات الموجودة في كرة القدم بمعنى أن مثلا الرشوة في الجانب السياسي ولا في الجانب الاقتصادي نعرفوا يعني بلي كاين مقاولين يبغي يدي مشروع يدفع يطلبوا له دي الرشوه ويد... <applause> يعني كيما نقولوا بالعاميه يدي هذاك المشروع او هذاك البروجي <applause> في الرياضه في كره القدم الامور تجري بشكل اخر يعني هل لابد مثلا من تكييف قانوني يتناغم يتوافق مع كره القدم مع خصائص كره القدم من اجل مكافحه الرشوه في الملاعب الجزائريه انا <applause> اظن اليوم يسوق مثلا لازم اليوم يسوق يقول لك طقل. اللي قد تجيب دليل وتجيب نعم حتى تسجيلات لا يعتد بها في القانون التسجيلات لا يعطيك الصحة تسجيلات لا يعتد بها في القانون هادي هادي وهذا امر غريب يعطيك الصحة دام عندنا مادام مخابر دام عندنا مخابر صوتية يعني تقدر نعم. تفرز الصوت وتتاكد من الصوت لماذا لماذا لا يعتد بالتسجيل نعم جوستو انا ما فهمتش يعني هذا القانون القانون هذا اللي ما يستعرف كيما قلت هو قانون عام لا يعتد بالتسجيلات الصوتية لا يعتد بها امام ال ما هي الادلة اليوم اللي حبيت اليوم يقدموها هذا الرؤساء ولا هادو لي زاكتور تاع الفوتبول للعداله باش يثبتوا ان هذه القضيه انها قضيه رشوه لكن اليوم التسجيل ماهوش معروف به في العداله ما هو ما هي الادله ما كاش الادله ما كاش الادله ما كاش, الأدلة؟ ما كاش يعني شوف ولا بالك جون سي با تي برون كاميرا تي فين بالك واحد يجيب دراهم يعطيهم الواحد تي فيلمي هاو قبدوهم في بالك يقول لك انا درت مع ترونزاكسيون مع شي مع الماتش دونك انا اليوم لازم اليوم انا واش نقول سي كريم اليوم ربما ان اليوم سلطات لازم كبش الفيدا لازم يفدي لازم يضحيوا بواحد باش سافا سيرفي ديكزومبل بور لي بروشان لكن اليوم كما تكلمنا انا ورايس قبيل في قبل ما ندخلوا البلاطو اليوم لو مال دي فوتبول لاجيريا ما غادي بريزيدون سي سي لونفيرونمون دي كلوب هو اللي راهو يبعث بهذه الفرق الى الى جهنم بعض الاحيان الرؤساء والله ما على بالهم واش صاير في الكلوب وهذوك المحيطين هما اللي بيعوا ويشريوا على ظهر هاد لي بريزيدون دو كلوب هذه ظاهره معمول بها حاليا في الفرق لي زانترميديير كتروا بزاف بين بين فرق يعني البزنسيه يعني البزنسيه الكورتيه الكورتيه كيما نقولوا الكورتيه تاع كره القدم اه يبيعوا آه بشكل آه عادي آه الامر يتعلق كما يبدو يعني سوق كبيره هذا آه سوق آه آه كبيره بس آه طيب السي عبد الكريم اشرح لنا المشاهد كيف يؤثر الانصار هل انت مثلا ترى رئيس اعرق نادي الجزائر هو هو المردية مولديه العاصمه كيف يؤثر عليك الانصار الفريق يعني هل هذا صحيح؟ هل يمكن لانصار الفريق ان يتدخلوا في شؤون مثل هذه يبيعوا ويشروا لي ماتش والله لا لا, لا أقول لك حاجه انا في المولوديه في المولوديه انا نقول لهم حتى حتى يعني الانصار تاعنا يعني ككل واش يشوفوا الناس في التلفاز في التلفاز والتصرفات تاعهم احنا الانصار تاع المولوديه حتى كي يغضبوا الغضب تاعهم يردوها علينا عمرهم ما يردوها على الفريق تاعهم معروفين بلي عصبيين بصح والله الغضب تاعهم يردوا صرات شويه هكذا ما مارما ما مارما نقول لك واش من المدرجات دخلوا ورحنا باش نهدؤ كوجاك صح اهانه انا ما نحبش هذاك التصرفات وقلت لهم يعني ما, ما يحقش بصح انا 300 مناصر اللي جا من سطيف في ملعب بولوغين وسبني وما خلاليش مي انا نقول لك مناصرين انا انا اللي يخوفني تخوف اللي يجي من المحيط المباشر للفريق اللي هو يهضر عليها سيراشي انا هذوك الناس ما يقدروش ي... ياثروا علي عليا سلبيا واحد انا قلتها اليوم اللي جاب الاشياء الايجابيه اهلا وسهلا واللي جاب الاشياء السلبيه خليها عنده يقعد وراه فهمني هذه دوك اليوم التاثير ولا كان ايجابي زنا يا مليح أه هو الحياة يعني الحياة يعاون ويساعد فرق. الحياة الاجتماعية مبنية على المشاورة على الشورى وجعل أمرهم شورى فيما بينهم هذه ما, ما قلناش قال أحسن خلق فوق الأرض رسول صلى الله عليه وسلم بصح يجي يجيب لي سلبيات وأنا كنت صرحت بها نخدم مع الرجال وما نخدمش بالرجال وما نقدرش نلعب على راس فارغ كما يقولوا فارغ عبد الكريم الرئيسي اسمح لي غير في هذه النقطة هذه على هذا الانفيرومون اللي يجيب على سبيل المثال عنده واحد اربع سنوات كان واحد كما تقول من هذا الاخر يبان تسبب في اقصاء النصر حسين داي في ملابس اوت اعطته اعطته الرابطه جوج مباريات بدون جمهور من ط... لي, 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 لماذا؟ لأنه هذا من واحد من هذيك تقول النيجاتيف كي جا داخل الأربي تي يلا بوكو داكروشاش حاب يضربوا هذا تسبب في إقصاء فريقه لمدة مباراتين بدون جمهور وهذا مسير في هاد. هادو هادوك هادوك أنا طيب أه. في هذوك تاع هذو هما هذيك تقول عليهم الإجراءات طيب سيرة العباد مثلا حتى الفيدراليه مسؤوله <applause> نعم يعني عندها عنده 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 مسؤولية يعني. كيف تفسر مثلا كيف تفسر المسؤولين انا اتكلم عن المسؤولين <applause> لا نشخص دون دون ان نشخص <applause> الأول <applause> مثلا عندما نسمع ان مثلا الحكم بيطام يعني عوقب مدى, مدى مدى الحياة <applause> بعدم ممارسة التحكيم طيب <تصفيق> <تصفيق> مثلا نسمع مثلا عند قضية شباب شبيبة وشبيبة نعم وصلت <applause> العدالة وفصلت فيها العداله فصلت فيها العداله لم يعاقب أي. اي مسؤول لم لماذا لماذا هذا لماذا؟ هداو... لان الامر يتعلق بقرباج يعني قرباج و... لا. و... لا. 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 لا لا اسمح لي فبصف. لان الامر يعني مشخص Absolutely. يعني... Absolutely. يعني المصالح الشخصيه تعلو على مصالح العامه لكره القدم عندما يمس قرباج محفوظ اعلاميا ويتكلموا اعلاميا السيد يتحرك ويرفع دعوى قضائيه ويصدر في حق هذا الحاكم عقوبة مدى الحياة عندما الأمر يتعلق برشوة وفساد مالي بين شباباتنا وسبيبة الصورة وطرح القاضية العدالة حتى ما سمعنا أي قرار من هذا الجانب لماذا؟ كيف تفسر هذا الأمر؟ شوف باش كما نقول لك أنا هنا كل واحد المدول حقه ما لازمش تغلطوا الرأي العام تتعرف باللي الحكام ما مش تابعين للرابطة تابعين للفيدراليه. أتكلم عن يعني في النهايه مالي مالي مالي. في النهايه هي الاتحاديه الجزائريه لكره القدم. عندهم عندهم أن ريغومون انتيريال سمعه كره القدم. نعم 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 عندهم أن ريغومون وكاين لي ريغومون جينيور دي فوتبول كي ريجيش لو فونكسيونمون دو فوتبول, فوتبول بروفيسيونيل. سيد الحاكم بطام طاح في كاين كاين ان ارتيك تاع لوبليغاسيون دو ريزيرف. طاح سو لو كو دو لوبليغاسيون ديال الحاكم عنده تحفظ واجب التحفظ آه، اه، واجب. هو الى تي سيسبوندي با لا فيديراسيون با لا ليغ باسكو في بارتي دو لا فيديراسيون الى تي سيسبوندي با لا فيديراسيون كي دار هادوك الاخر لا سيسبوندي لا فيديراسيون ابري لا ديسيزيون دو لو رادي سي لا فيديراسيون كي لا رادي نعاود نرجع لقضيه الثوره من المفروض ان مادام ما ان العداله فصلت في القضيه دو فاكتو لا تحبط الثوره وتحبط الكابيتنا العقوبات ضد المطورين وتحبط لي دو كلوب ديفيزيون من فرط حبطهم كيما دارت كيما دار القضاء في ايطاليا والرابطه الايطاليه حبطت لا غرون جوفنتيس لا وقا... غرون حبطته وقضيه وقضيه نيم في فرنسا ايضا نعم باستيا نيم وباستيا مثلا حبطوه هو قسم الهواة مثلا حبطوهم قسم الهواة قضيه غازا اللاعب الجزائري الذي هو ومجموعه من اللاعبين عاود يعطيك ايه. الصحه تو وراهي مازال تظن هذيك القضيه ما راهي في, في في في, القضاء هنا هنا يعطيك الصحه سؤال ووجه لماذا الفيدرالية الجزائريه ما تبقاش ما تبقاش اعتقدش قرارات اللي اسمها العداله من المفروض ان اليوم العداله عندك انت اون ديسيجون دو دي جيستيس خلاص اللي اوفيسيال يا خويا نطبق قال هذه ليكيب تاع الثوره والكابتنا يا خويا نحبطهم انا كونفورمي مو باسكو كاين ان ارتيكل في لي ريغلومون جينور يقول بلي سي لي بروفي تو سا لو كلوب ديفيزيون انفيريور هذا 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 السؤال يقعد مطروح كريم السيد السيد عبد الكريم الرئيسي عقب يعني على على الزميل رشيد في اقل من دقيقه لان وقت البرنامج لا شوف هذه هذه معروفه عالميا بصح كانت معروفه بزاف في الملاكمه وين لحقوا حتى كما نقولوا لي كوليس الكواليس هذه كانت في الملاكمه وين لحقوا في, في امريكا لحقوا نقولوا باش يرتبوا لقضايا يعني ماليه قال نعاودوا مقابله يعني لا ريفونش لحقوا وين حتى ولا ما حبش الرياضي اصلا الملاكم ما حبش يقدروا يبعثوا له ناس يضربوه يجي طافي المقابله باش يخسر صح في كرة القدم 11 لاعب كيما يقول لك ارماده تاع مسيرين وين شحال تعيط تحكم شويه ولات عويصه وحنا باش كثر الكلام هذا كيما نعاودو ما ماكاش دخان بلا نار بصح انا نقول كيما يقولك نهضروا على لاكوزاليتي اليوم كاين مشكل السببيه يعني ايوا السببيه اليوم ال ولا نطرقوا لهذا الموضوع لازم نروحوا للاسباب وكيما يقولوا يعني المصدر المصدر السي عبد الكريم راكسي للاسف الشديد وقت البرنامج انتهى مشاهدينا الكرام الى هنا ناتي الى نهايه هذا العدد من برنامج البلاد اليوم لم يبقى لي الا ان اشكر ضيفي الكريمين الاعلامي رشيد عباد صحفي من جريده ليبرتي شكرا جزيلا لك شكراً استاذ رشيد. رشيد والشكر ايضا موصول للسيد عبد الكريم رايسي رئيس فريق مولوديه العاصمه شكرا جزيلا سي رايسي اما انتم مشاهدينا الكرام فنضرب لكم موعدا في اعداد لاحقه تقبلوا تحياتنا نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته